مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في مع الحدث. حدثنا لهذا اليوم هو فعاليات الحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة. هذا الحوار جاء بمبادرة من وزارة الصحة وشاركت فيها عديد الشرائح من المجتمع التونسي، أطباء مهنيين ومجتمع مدني، في محاولة لتحديد إشكاليات هذا القطاع وبلورة حلول واضحة تضمن حق الصحة لكل مواطن. ضيفنا هذه الليلة للحديث حول هذا الموضوع الدكتور رضا البوهالي، مدير الجهوي للصحة بولاية منوبة. أهلا وسهلا. شكرا، مرحبا بك لا كل مشاهدينا الكرام. الحوار المجتمعي للصحة، يعني حوار من بين عديد الحوارات المنطلقة هذه الفعاليات وهذه المدة في تونس، ما هو الهدف من هذا الحوار؟ شكرا ساعة على الاستضافة، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، وتحت لنا الفرصة باش نفسر موضوع هام برشا يخص المواطنين التونسيين. الحوار كيف جات الفكرة وعلاش تعمل الحوار هذايا وشنو هو الحوار هذايا؟ نحب نسميه ساعة هو كامل، هو حوار المجتمعي، ما قلناش حوار وطني، هام برشا الكلمة. مجتمعي شنو هو؟ للسياسات، استراتيجيات والمخططات. هو حوار مستقبلي للوقت يولي وطني للصحة. علاش جات الفكرة؟ نعرفوا قبل كيفاش كانت السياسات نتاعنا في الصحة أو في غير الصحة، وأنت قلت برشا حوارات طويلة كانت كلها عمودية، طابت من فوق اللوطة، أنا نخطط في بيرو أو في وزارة أو في إدارة ثم نخرجك الحوار هذاك، نخرجك النتائج هذيك، إيش أفرز هذي؟ أفرز ما صار قبل الثورة، أنا ثم جهات متميزة على جهات. علاش مميز على الجهات؟ لان الجهات هذيا الخاصه نتاعها مش خاصه الخصائص نتاع جهه اخرى. اليوم حبينا حوار قاعدي، يجيو المواطنين، يجي المجتمع المدني، وهذا اللي صار في الصباح والحمد لله، حضرونا فوق ال 140 بين مواطنين ومجتمع مدني وجمعيات، هما اللي عملوا، هما اللي اداروا الحوار، هما عملوا ورشات عمل، هما اللي خرجوا شنو الإشكاليات الموجودة على المستوى الجهوي، لأنه كل جهة عندها الخصوصية نتاعها وكل جهة ما تنجمش تقيس على جهة أخرى. ومن هنا من الحوار هذايا نتاع الصباح تتبعوا بعد حوار توا ينطلق إن شاء الله من 3 نتاع العشية، هو لمهني الصحة، فيه الأطباء العامون الخواص، وأنا نحب نأكد على كلمة، أراك نقولوا صحة، أرى ثماش صحة عمومية وصحة خاصة، ثم مع منظومة صحية تضم الناس الكل العام والخاص. طيب الإشكال الواقع دائما ما بين المنظومة الصحية الخاصة والعمومية التابعة للدولة هو إشكال يبدو حديث العهد نوعا ما، خاصة بعد الثورة برز بروز واضح، وصلت حد السياحة الصحية في تونس، تكاليف العلاج في القطاع الخاص باهظة على المواطن مقابل تراجع خدمات الصحة في القطاع العمومي. إشكال واضح يحتاج نوعا ما دراسة وحلول تضمن كما قلنا حق المواطن في الصحة. بارك الله فيك، سؤال ذكي جدا. هنا نحب نقول ساعة للحوار هذايا راه ماهوش على مستوى هو يتعمل على مستوى جهوي، لكن تترأسه الوزارة وهي اللي منظمته وهي اللي عندها ناس مؤهلين وتكونوا في الإطار هذايا، وهما اللي هما اللي معناها اللي يسيروا هالحوار هذايا. نحن يجيونا في الجهة نستقبلهم، نوفروا لهم لا أكثر لا أقل، وهما اللي باش يجيبوا النتائج. وأفرزوا على خلال الحوار معناها لجنة كاملة، 5 على كل جهة بعد يتلموا على مستوى وطني كامل باش يناقشوا محاضر الجلسات نتاع كل الجهات الكل ويخرجوا لنا بكل شيء. من الأهداف الأصلية لهذا الحوار هو هل دوبل فيتاس اللي ولا بين الصحة العمومية والصحة الخاصة، وعليش وصلنا لهكا، وعليش الصحة الخاصة قاعدة تنمو ربما انترجيمي، خاطر حتى الصحة العامة عندها المزايا نتاعها اللي عمرها ما تنجم تعوضهم الصحة الخاصة. نعرفوا المنظومة الجديدة، منظومة الكنعم. الكنعم اليوم تعطيك الأولوية أنت كمواطن، تقول لك اختار يا أخوي، عندك 3 حاجات تختار، تحب المنظومة نتاع الصحة العمومية، أو تحب الطبيب العائلة، أو تحب استرداد المصاريف. اليوم أنت إذا كان عندك استرداد مصاريف تقول وين باش نمشي؟ باش نمشي للخواص، يعني أنا باش نرجع، أنا باش نمشي العام باش نخلص ويرجعوا لي، نمشي للخواص وهذه لازمنا نرجعوها. أما راهو الإمكانيات الموجودة على مستوى الصحة العامة راهي إمكانيات موجودة ونادر ساعات حتى باش نلقاوها في الخاص. لكن ثم زاد حكاية عقلية المواطن، وهو اليوم هذاك علاش نحبوا نشركوه في الحلول. كيما يحكي على إشكاليات وبارك الله فيك أنت أثرت البعض منها،
كيما نحبوا نشوفوه هو كيفاش يرى الحل. لانه اليوم المجتمع نتاعنا المستوى الاجتماعي والاقتصادي يفرض علينا اننا نقاول حلول في المنظومه العموميه، ونعاود ونرجع المنظومه العموميه باش نعاودوا نبعثوها اقوى من اللي كانت عليه. يعني اذا القطاع الصحه العمومي يشهد تراجع ومن وتراجع اقبال من طرف المواطنين، هنا ما هو دور الوزاره في التشجيع على تشجيع المواطن على الاقبال على خدمات الصحه العموميه، بما انها ايضا سيوفر دخل لوزاره الصحه ويدعم المنظومه الصحيه بشكل عام؟ بارك الله فيك. انا باش نعطيك مثال من نوبه. تقول لي ثم تراجع. انا كي نقارن من نوبه نقول في من نوبه، في ولايه من نوبه عندي 378 الف ساكن، معدل العيادات في الخط الاولي اللي هو نقوله مراكز الصحه الاساسيه مستوصفات هو 0.54، معناها عندي انا مواطن على اثنين يعدي عندي في المنظومه نتاع العموميه، وهو بالعدد نقوله لك الشيفر 203 الف عياده في سنه 2013. ناخذ العيادات في عندي زوز منظمات ذات صبغه وطنيه اللي هما الرازي والقصر، نعملوا في 146 الف عياده في الرازي، 61 ألف عيادة في القصاب. الاستعجال يخدم يشوف في منظومة متاع 7 و8 عيادات في الساعة في القصاب أو في تبربة مستشفى المحلي. إذن أنا المنظومة قاعدة تخدم، لكن يلزمني ندعمها ونحاول نحسن أكثر الظروف، وهذا بحاجتين: الأولى توعية المواطن وتشاركه في القرار، وهو أهم نقطة في الحوار، ثم توعية زادة مهنية صحة، ثم نحسن ظروف عمل مهنية صحة باش هو يعطيني مردودية أفضل، ونتشركوا في القرار اللي هو يهمه زاد بدرجة أولى. هناك إشكال أثير مؤخرا نوعا ما هز ثقة المواطن في القطاع الصحة العمومية، هو إشكال الأطباء والعمل في الجهات الداخلية، أخذ حيز كبير من النقاش وأثار جدل واسع في تونس. ألا ترون أن هذا الإشكال، هناك مستشفيات تتوفر على معدات طيبة وصالحة وقابلة للعمل، لكن هناك عزوف من الأطباء عن الذهاب إلى تلك المناطق، إشكال يبقى بيد الوزارة، بيبقى بيد سلطة الإشراف وحدها أن تحل هذا المشكل؟ بارك الله فيك. هو خذايا ما شاء الله من الوقت الاشكال هذايا، وتناقش في كافة البلاطوات وحكيوا عليه. شنو الاشكال هو في الحقيقة؟ لا نحن ساعة خلينا نكون واضحين. الأطباء الاختصاص من قبل كان ثم معناها منشور يقول أطباء الاختصاص ما يخدموش في الولايات اللي هي على البحر أو الولايات الكبيرة، يخدموا كلهم في ولايات الداخلية بدرجة أولى. لكن اليوم راك يخرج لك طبيب مختص يقول لك أنا نحب ننتصب خاص، ما تنجمش، إذا مش قانون يفرض عليه تقول لك تو تخدم عندي في السبيطار. هم يعرفوا اللي باش يخدم منهم في المنظومة العمومية راه باش يخدم في الجهات الداخلية، هذا أمر مفروغ منه. وما ثماش يكون قاعد يخدم في الجهات اللي هي على الساحل، ما ثماش، حتى اللي تلقاهم بعد نقل وحق من حقوقهم. لكن الإشكال هو عزوف بعض الأطباء الاختصاص وبعض الاختصاصات اللي هي مطلوبة جدا في الخواص عن العمل في المنظومة العمومية، وهذا اللي قاعدة منكب عليه الوزارة وتخدم عليه باش إن شاء الله نشجعوا العباد، نعطيهم حوافز إذا كان لازم، نشوفوا كيفاش الحلول باش يوليوا يقبلوا يخدمونا في الجهات الداخلية، مع أنه يلزم راي منظومة كاملة، ما نغلطوش، منظومة كاملة. أنا نهز طبيب قرار 30 سنة من عمره كذا، شنو الظروف اللي وفرتها له؟ وظروف كعمل، ظروف كعمل باهرة، لانه اللي لازم الكل باش يخدم به من اليات ومن كذا موجوده، لكن ظروف حتى الحياه البرة، الظروف الاقتصاديه في وسط الجهه هذيك، كي تاخذ لي ولايه من ولايات الداخليه لمواند الوزير باش يربي فيهم اولاده، هو باش يعيش هو عائلته، هذوم الكل. اذا المنظومه راهي منظومه عامه اقتصاديه صحيه اجتماعيه، اشكال صحي، يعني اولويات تكون قبل اهداف، قبل اهداف، يعني حق المواطن في ان يتمتع برعايه صحيه كامله حتى في الجهات الداخليه اظن انه يكون اهم بكثير من توفير وسائل ترفيه لعائله. لا، نحن قلناش وسائل طبيعي. ترفيه قلنا وسائل اجتماعيه اقتصاديه تكون كلها منظومه مع بعضها، كي نخدم عليها رانا وقتها ننجحوا 100%. ما نحبوش اكل حلول الوسط اللي اليوم انا عقيت لك حل وهزيت اطباء مشاو خذوه بخاطري غدوه، لا نوفر له وهو يمشي وانا متاكد، وثم واعز وطني كبير برشا عند الاطباء، ما نغلطوش بعضنا، ما نقولوش الطبيب والله لا، شوفوا الطب في المستشفيات نتاعنا قداش يضحيوا قداش يخدموا، راهو يخدموا في 48 ساعه متواصله، يخدموا في 36 ساعه، هذايا العادي، معناها الاطباء نتاعنا المقيمين يوصلوا 36 و48 ساعه، وانا نوعدك اللي ثم تكون يوصل فيهم 72 ساعه ما يروحش من المستشفى وما يقولش حيت ويخدم وبارك الله فيهم، لكن ما يسالش، كي نحفزوهم زاده ما فيها باس باش نشجعوهم باش يمشي يخدم لي في الجهات الداخليه اللي هي
راهو واعز وطني قبل كل شيء، وضميرنا واخلاقياتنا وتفرض علينا ان نلقاو حلول لولاد بلادنا اللي هما في الجهات الداخليه واللي هو مازال يعني في بعض نقص من بعض الاختصاصات. يعني الطب هو مهنه انسانيه، مهنه الانسان قبل كل شيء يعني. يعني هذا في اطار المهنيين والاطباء الممارسي المهنه على الساحه. في اطار تدعيم دراسه الطب بشكل عام في تونس، ما هي الحلول التي نوعا ما ارتأيتم ان تعملوا بها كوزاره في هذا الصدد؟ انا هوني مش ما حبيش نتكلم من الاول باش ما نقولوش ربما يرمي في ورود، اما كي وصلت بالسؤال هذا يلزمني نرجع الكل ذي حق حقه. سيد وزير الصحه والاستاذ بن عمار، محمد صالح بن عمار، هو عنده 3 سنين يخدم على منظومه الكاليتي ومنظومه هذه ودار الجهات الكل. والوزارة تاعو محضرة استراتيجية الهدف الأول والآخر منها. نحن منظومة عندنا 4 كليات طب في تونس. هو الحكاية مش حكاية أن نزيد حتى كلية طب برك، راهو قلنا راهي منظومة اقتصادية اجتماعية كاملة يلزمهم الجهات هذوما الكل المحرومة، أنا نقول محرومة في بين أونتر جيمي معناها بين ظفرين، اللي يلزمنا كي نعملوا لهم الحلول نعملوا لهم حلول في خطوط متوازية أون باراليل باش نجموا وقتها نقول ورانا نجحنا ورانا وصلنا. هنا الوزارة عندها استراتيجية كاملة مخطط على مستوى متوسط وبعيد المدى إن شاء الله يكون يرقى بنا بإذن الله السميع العليم، اللي هو من الأفكار معنا بعض الأفكار نعطيك اللي هما الأقطاب الطبية مثلا. أنا نجي في شيرة الكيف وجندوبة ونعمل قطب بيتلهالي بالأمراض متاع لأن الشيرة هذيك فيها برشا أمراض متاع كونسان، نجي نعمل قطب آخر في سيدي بوزيد قفصة القصرين يتلهالي بأمراض أخرى وقتا نفرش حسب خصوصيات الجهات الفكتي مش غدوة سدا من حمد في سيسمو ونحط إيرام وبعد ما ما نستعملوش كما يلزم. انا اعطيك مثال الرنين المغناطيسي اللي هو لي رام، اول انديكاسيون ليه هو الامراض الاعصاب وامراض العظام. اذا انا ما نجيش نحط اي رام في جهه انا ما عنديش الحاجات هذه ولا غدوه ما نستغلوش ما نخدموش بالكدا، واضح؟ وكيف نحطوا فلوس ربما امراء لي مويان تاعنا قادرين ان شاء الله بالمجهود الكبير اللي قاعده توا تعمل فيه الوزاره ان نلقاو حلول باذن الله باش نستغلوها احسن ظروف واحسن استغلال. يعني هل يمكن ان نطمئن على مستقبل الصحه في تونس؟ نتمنى ذلك خاطر رديناه بيد المواطن، ما عادش نحبوه بيد الوزاره برك. المواطن شريك وشريك فعل، المجتمع المدني، الاعلام، وهذا دور الاعلام، هذا الاعلام نحبوه. اعلام اخت تجيني انا توا نفرح كي يجي يوصل الاعلام يعدي لي نقاط ضعفي باش انا نصلح روحي، ربما حاجات انا ساعات ما نشوفهمش سبحان الله راهم نجم ها، اما انا هو الاعلام اعطيني باش نبنيو مع بعضنا ما نهدموش، حتى كي تعملي الملاحظات خليهم ملاحظات في اتجاه ان نحسنوا ونصلحوا. طيب الدكتور رضا البوهيلي المدير الجهوي للصحه بولايه منوبه، شكرا على حضورك معنا الليله، كنا بصدد مناقشه تداعيات الحوار المجتمعي للاستراتيجيات وسياسات ومخططات الوطنيه للصحه، نلقاكم في مواعيد قادمه، شكرا على حسن المتابعه، الى اللقاء.